اللي في الصورة دي اسمها صبر الجمال. قصتها واحدة من أهم القصص اللي ممكن توضح لنا هو الشيطان لما يحب يتجسد في شكل إنسان ممكن يعمل إيه. 2014، صبر الجمال عايشة مع جوزها عبد النبي المزارع البسيط في قرية في محافظة سوهاج، متجوزين من 7 سنين وعندهم 3 أولاد، بدر ومحمد وإيمان. وخلال فترة الجواز كانت صبر على خلاف على طول مع عبد النبي، وده لأنها شايفاه ضعيف الشخصية، ده غير مرضه وصحته الضعيفة اللي كانت بتخليه صعب يمارس الحياة الزوجية بشكل عادي. وصبر كانت شايفة نفسها جميلة وتستحق أحسن من كده بكتير، وزي طبيعة معظم البيوت في القرى فالعائلات غالبا بتكون عايشة مع بعض، فكان صبر وعبد النبي وولادهم الثلاثة عايشين في نفس البيت مع حماها وحماتها ومع أخو عبد النبي الكبير ومراته، وكل واحد كان عايش في دور لوحده. وصبر كانت علاقتها مع حماتها وحشة جدا، وده بسبب سوء معاملة صبر لجوزها عبد النبي واللي كانت دايما بتعايره بحالته الصحية، وده رغم سنه الصغير، وده طبعا ما كانش بإيده. إنما عند صبر الموضوع ما ينفعش تفكر فيه كده، ما ينفعش تكون محترمة وتطلب الطلاق مثلا وده حقها، إنما لأ، اختارت أغرب طريقة حتى الشيطان صعب يفكر كده. بدأت الأول مع حماها، راجل كبير في السن لكن صحته كويسة، أو على الأقل من وجهة نظر صبر إن صحته أحسن من ابنه، وبدأت تعامله معاملة مختلفة علشان تلفت انتباهه، وكانت بتستغل أي وقت يكون أهل البيت خرجوا، وكانت بتتعمد تخلق أي موضوع علشان يحصل أي تعامل مع حماها، لحد ما الموضوع كبر وعرفت تخلي حماها يحب، وبدأ حماها يمارس معاها العلاقة الزوجية، وكل ده طبعا كان في السر، وما كانش فيه اي حد في البيت متوقع ان ممكن يكون ده بيحصل. وتمر سنة كاملة والعلاقة بين صبر وبين حماها مستمرة، وجوزها عبد النبي اللي هو ابنه ما كانش حاسس باي تغيير، لان معاملة صبر معاه كانت زي ما هي، وكان برغم خلافات عبد النبي معاها الا انه كان مستمر في الجوازة دي علشان خاطر الاولاد، لحد ما قررت صبر انها تجرب حاجة جديدة، وبدأت تحط عينيها على اخو عبد النبي الكبير واللي برضو كانت صحته احسن من صحة عبد النبي، واستغلت الخلافات اللي كانت موجودة بين اخو عبد النبي وبين مراته، واللي كانت خلافات طبيعية وممكن تحصل في اي بيت، انما مجرد دخول صبر في الموضوع الخلافات دي ما بقتش طبيعية، والموضوع بدأ يكبر بين اخو عبد النبي وبين مراته، وكانت صبر بتستغل اي وقت البيت يفضى فيه تقوم تطلع للدور اللي فوق اللي فيه أخو عبد النبي وتحاول تلفت انتباهه بكل الطرق، ووصل معاها الموضوع إنها كانت بتخدمه في كل طلباته، لحد ما عرفت تخلي أخو عبد النبي هو كمان يحبها، وبدأت تحصل علاقة زوجية برضو بين صبر وبين أخو عبد النبي، والخلافات اللي كانت بينه وبين مراته بدأت تكبر لحد ما طلقها، وده كان هدف صبر من البداية. واستمرت العلاقة بين صبر وبين أخو عبد النبي، وفي نفس التوقيت كانت برضو العلاقة مستمرة بين صبر وبين حماها كل ده والاتنين ما يعرفوش. وبغض النظر ان صبر دي شيطانة، لكن العيلة دي في حد ذاتها واطية، لحد ما بدأت تظهر اول مشكلة. حماتها كانت شاكة ان في علاقة مش طبيعية بين صبر وبين اخو عبد النبي، وده بسبب المعاملة المبالغ فيها بينهم، وانها لاحظت اكتر من مرة ان صبر بتطلع للشقة بتاعته في الدور اللي فوق مجرد ما جوزها عبد النبي ينزل على الشغل، ده غير كمان انها لاحظت ان اخو عبد النبي بقى يرجع في اوقات غير اوقاته الطبيعية على البيت، فبدأت تشك ان في حاجة بينهم ورقبتهم، لحد ما شافت بنفسها الخيانة. صبر بتخون جوزها عبد النبي واخوه بيخونه، لكن حماتها لما اتكلمت معاهم الاتنين انكروا تماما ان في علاقة بينهم، فراحت حماتها قالت لابنها عبد النبي ان ياخد باله ويركز في تصرفات مراته، لانها حاسة ان في حاجة مش طبيعية بين مراته وبين اخوه، ومرضتش تقوله التفاصيل كاملة. وبرغم كل المشاكل دي، لكن للأسف عبد النبي كان بيحب صبر، وبسبب كلام والدته ليه اتخانق معاها خناقة لكنها كانت بسيطة، وصبر عرفت تقنعه ان مفيش اي حاجة بينها وبين اخوه، وان حماتها علشان مش بتحبها قالت له كده. وبعد الموقف ده قررت صبر انها هتتخلص من عبد النبي، تحديدا لما خدت وعد من اخوه انه عايز يتجوزها، لكن العقبة وجود عبد النبي وانه هو مش عارف يعمل ايه. فصبر
صبر قررت انها هتقتله، لكن لسه ما حددتش امتى وازاي. لحد ما في يوم حصلت خناقه كبيره بين عبد النبي وبين صبر، وكانت حاضره الخناقه دي حماتها. وخلال الخناقه دي قرر عبد النبي ان هو هيمشي صبر من البيت ويوديها على بيت اهلها. في الوقت ده صبر دخلت اوضتها وخدت معاها حبل غسيل، وقررت انها في اللحظه دي هتقتل عبد النبي وهم ماشيين. خرجوا من البيت بيتمشوا على رجليهم جنب ترعه، ومجرد ما وصلوا في مكان فاضي وما فيهوش ناس، صبر تعمدت تعمل خناقه مع عبد النبي، وعبد النبي بدا يزعق لها وصوته يعلى، فراحت ضربته وهو رد عليها الضربه، لكن لان صحته ضعيفه وجسمه ضعيف فهي عرفت تزقه ووقعته على الارض، وراحت جابت غصن شجره كان مرمي على الارض وضربته على راسه اكتر من مره، وبعدها طلعت حبل الغسيل وربطت ايده وربطت رجله، وراحت رمته في الترع. وفي لحظه ما رمته ما كانتش عارفه هو اصلا مات ولا لا، وطلعت على بيت اهلها وقعدت هناك وكان مفيش اي حاجه حصلت. وبعد 3 ايام تظهر جثه عبد النبي في قريه بعيده جدا عن قريتهم، ولما الاهالي شافوها وبلغوا الامن، الامن عمل استدعاء لكل الناس اللي عاملين بلاغات اختفاء، وكان من ضمن البلاغات دي عيله عبد النبي، وده لان صبر قالت لهم انه وصلها لحد بيت اهلها ومشي ومرضيش يطلع يسلم عليهم. واتحرك بسرعه ابوه واخوه على القريه اللي لقوا جثمان عبد النبي فيها، لكنهم لما شافوه انكروا معرفتهم بيه لانهم كانوا خايفين من الفضيحه، وتم دفن جثمان عبد النبي في مقابر الصدقه في القريه اللي لقوا جثمانه فيها. في نفس الوقت ده صبر كانت لسه قاعده في بيت اهلها، والام اللي هي حماتها كانت متاكده ان صبر هي اللي عملت كده في عبد النبي، لانها عارفه العلاقه اللي بين اخو عبد النبي وبين صبر، لكن برضه وللاسف الام ما قدمتش بلاغ لانها كانت خايفه من الفضيحه. وفي الوقت ده كانت صبر سايبه اولادها الثلاثه بيتربوا في بيت حماتها، وهي كانت لسه قاعده في بيت اهلها. وخلال الفتره دي كان بيحصل تواصل بين اخو عبد النبي وبين صبر، لحد ما جاء اخو عبد النبي اتكلم مع والدته وطلب منها ان صبر ترجع تاني على البيت علشان تراعي الاولاد الثلاثه، بحجه ان والدته سنها كبر وما تقدرش تراعي طلبات الاولاد الثلاثه. ورجعت صبر على البيت، وبعد شويه وقت الام لاحظت ان العلاقه بين صبر وبين اخو عبد النبي لسه زي ما هي، وعرفت ان ابنها بيفكر يتجوز صبر، لكن الام عملت مشكله كبيره وقررت ان مفيش اي جواز بينهم هيحصل، وان صبر ترجع تاني تمشي وتروح بيت اهلها. فقررت صبر انها هتقتل حماتها هي كمان علشان تعرف تتجوز اخو عبد النبي. وللعلم في نفس التوقيت ده وخلال كل الاحداث دي كانت لسه العلاقه بين صبر وبين حماها مستمره. وفي يوم الصبح بدري صبر لاحظت حماتها وهي داخله مزرعه المواشي اللي عندهم، ودخلت وراها بهدوء وجابت عصاية خشب كبيره وقعدت تضربها على راسها لحد ما اتاكدت ان حماتها ماتت، وسابتها على الارض وسط المواشي على اساس ان الناس تتخيل ان المواشي هي اللي موتتها. وطلعت صبر على بيتها عادي كان مفيش حاجه حصلت. وبعد كام ساعه اهالي القريه اكتشفوا جثه حماتها وبلغوا الشرطه، والشرطه اول ما وصلت كان واضح جدا ان في شبهه جنائيه، وانه صعب جدا تكون المواشي هي اللي قتلتها بالطريقه دي، وبدا رجال الامن في التحقيقات. لكن للاسف الاب والاخ ما قالوش اي حاجه تخص الخلافات اللي بين صبر وبين حماتها، وكل ده برضو علشان الفضيحه. ويبدا رجال الامن يسالوا كل الشهود، لكن مفيش اي دليل ضد اي حد، لحد ما تظهر ست كبيره كانت صاحبه حماتها وكانت تعتبر كاتمه اسرارها، وكانت والده عبد النبي بتتكلم معاها شويه وقايله لها على العلاقه الغير شرعيه اللي بين صبر وبين اخو عبد النبي، وقايله لها كمان انها شاكه ان صبر هي اللي قتلت ابنها عبد النبي، وكمان قايله لها ان ابو عبد النبي واخو عبد النبي لما شافوا جثته انكروا معرفتهم بيه لانهم خايفين من الفضيحه. رجال الامن اول ما عرفوا المعلومات دي تم استدعاء صبر، وبمجرد ما بداوا التحقيق معاها اعترفت على طول ان هي اللي قتلت حماتها، واعترفت كمان ان هي اللي قتلت عبد النبي، وكمان اعترفت بشكل العلاقه الغير شرعيه اللي كانت مع اخو عبد النبي انها كمان كانت على علاقه بحماها، اتقبض عليها واكيد خدت جزائها. لكن وانا بحضر الحلقه دي كنت شايف ان كلهم لازم يتحاسبوا، لا ده ينفع يكون اب ولا ده ينفع يكون اخ، وبغض النظر عن ان سلوكها فعلا شيطاني، لكن فعلا
العيلة دي لازم تتحاسب. سلام عليكم.